ربي، كيف بدي فهمه؟ إنه صعب يكون معي بهالمسابقة، كيف بقدر؟ وهاد الموضوع صعب كتير بالحقيقة. صحيح، ما باركتي لي انه ما رح كمل ابدا. ايه، لانه ما بدي اياك معي، بس انا بدي اكون معك انت بالمسابقه. معك حق، مو للموسيقى، بس وجودي بالمسابقة بس من شانك انت. بهالسرعة رايحة؟ انت موجودة بهي المسابقة؟ كنت بعرف ما بدك ياني بحياتك، لأنك بتكرهني، ولأنه إيه؟ أنا بكرهك. بكرهك. بس أنا ما بعرف ليش عم يصير هيك. أنا ما عم أفهم شو أعمل. نانديني، أنا ما فيني أعيش معك. لا، كمان ما فيني أعيش بدونك. لكن هذا الأمان، أنت ما فيك تكون بدوني. قلتلك أنا ما فيني أكون موجود معك. أنت عطول بتكون منيح وبتجنن. نانديني، مبارح سألتيني شي مهم. ماني، شو يلي ممكن يغيرك؟ وبدك ترجعي لي ضحكتي والموسيقى. لهيك يا أنسة نانديني، إذا بدك تكون بالمسابقة وبدك نغني مع بعضنا بالمسابقة، لازم ما يكون عندك أمل أبداً. لحظة، ما لازم تكوني مبسوطة من شان الأمل تبعك. تعرفي ليش؟ لأني رح أقلب حياتك لجحيم، وأنا عند كلامي رح خلي حياتك معقدة ورح سبب لك مشاكل كتيرة، وهاد يلي عم قلك يا بوشك. ما عندي مانع، منشوف مين بيربح، أملي ولا عصبيتك.
لك موفقة أنسي مورتي. وإلك كمان سيد مالهوترا. مين قال إنه كل هاد مشان ماني؟ بسيطة، واضح كتير، ما في داعي تشرحي شي. بس دي شبك ديروف؟ آليا، خلص بكفي. أنت بس بدك تبيني لي إنه هالشي كله مو من شان ماني. كل شي بيتعلق فيه. كل شي مشانك ديروف. أنا ما عم أفهم أبداً، شو أعمل لحتى تصدق؟ حاج كذب وعلى أساس بتحبيني. كذب؟ من فترة طويلة كتير نحن ضعنا بالغابة، بس أنت ما عم تفهمني. بتعرف؟ مر 100 يوم على أول بوسة إلنا. هي ذكرى أول بوسة. أنا بس حبيت نحتفل بهالشي سوا وبس. عن جد؟ أنا ما بظن هيك، لأنه كل حكيك عن الاحتفال ما بصدقه. أنت كنتي أنانية. شو قصدك؟ أنت قلتي إنه هالصداقة ممكن تتغير، وبظن إنه هالشي صح. آسف، أنا ما فيني أكون معك. كل شي بيناتنا انتهى. قصدك إنه أبي مانيو؟ آسفة. الحياة غريبة كتير نافية، شو بدها مني؟ بدي أعيش حياتي مبسوطة مع أبي مانيو، بس مستحيل. وأنتي ما بدك هالولد، بس ليكك نافيا لازم تحمدي ربك. خياراتك كتار، لهيك لا تتوتري، خليكي هيك قوية دائما. وانتي لازم تتقدمي وما تقلقي، التوتر ما بيفيد. نافيا بترجاكي انبسطي وتفائلي، وبدي أطلب منك طلب. نانديني والفاب فايف لا تخبريهم بشي بترجاكي. موكتي، أنا بوعدك بهالشي، كل اللي قلتي ما حدا رح يعرف فيه أبدا. شكرا. نافيا بحكيكي بعدين، ضلي بخير. اجت موكتي، وين ماني؟ نانديني، قصدي نانديني كانت هون، فهو اكيد قريب. شفتوا؟ قلتلكن. شو قلتلهم؟ إنك رح تكون هون لما مرقت نانديني. صح، مهضوم. أنا عطول مهضوم. أنت ما رح تتغير. إني مهضوم؟ عكل حال، وين كنت؟ كنت عند المدير. ليش؟ بخصوص المسابقة، الصراحة بده كون مع بانديتو جراسيا، بده يعني منشان المسابقة
ماشي، وكمان لازم بلش تدريب من بكرة الصبح وبكير كمان. شو يعني؟ خططت لهالشي بدون ما تخبرنا عن المسابقة؟ ديروف، ما فهمت إنه ماني عمل هالشي من شان نانديني؟ ماني، هالشي زاد عن حده. أنت عم تحارب نانديني. بدي أعمل شي بيضحك لنانديني. أنا ما بدي أشغلكن يا شباب، وخصوصي كمان بهذا الوقت، لهيك فهموني. آسف. شوفكم. عن جد؟ لوين؟ شو اللي رح يصير لما رح كون أم؟ واللي عم تقوله موقتي، معقول أقدر أعمل هالشي؟ رح أقدر أتحمل هالشي ورح أهتم فيه مثل ما كانت أمي تهتم، لأنه رح يكون كل شيء بالنسبة إلي. أنا رح أفكر فيك، ما رح أتخلى عنك أبداً، ورح أكون جنبك طول عمري. شو يلي عم يعملوا بانديت؟ ليش تركنا هون مع كل هالغراض؟ الجيتار وهي الآلة الموسيقية، غريب. يلا يا شباب، خدوا البسوا هدول وبلشوا رقد. شو؟ بدلوا بانديت؟ فهم إنه هاد تدريب موسيقى، تمام؟ مو عرض أزياء. الركض بيحسن لك رئتينك وبيساعدك على التنفس والغناء أحسن، وبيخلي هالشغلات سهلة عليك وما بيكون في مشاكل. شو؟ معها. يلا نبدأ. ماني، على كل حال ما بيهمني اللي بيقولوا وما بصدقه، وانت بتعملي اي شي بيقولوا. ما عم اعمل يلي بيقولوا، يلي قاله صح، هو عم يعلمنا. وعلى كل حال هو عم يعمل كل هالشي مشان نحنا ما نخسر. Mine.
هي كنزتي. الأستاذ أعطاني هالكنزة إلي، يعني ما تجادلني ماشي؟ برأيك هاد قميصي شي؟ لا تطلعي، هاتي. كبير كبير. شوفي شو الولد رح يجي؟ ساعدونا لو سمحتوا. انت اسكت، الولد ما رح يجي هلا. بعرف هالشي، بس انت ليه عم تعيطي؟ قولي لي شو صاير. انا بحاجه مساعده، كفو. لا ما دخلني وما رح اغلط. وين المفاتيح؟ يلا رجعي لي اياهم. بصراحة فقت الصبح تعبانة ونسيت المفاتيح بالبيت. شو الجديد؟ ما انت بتضلي تنسيهم. اسمع، لازم روح، وضعي مو منيح ابدا، ولازم ارتاح شوي. رح اقفل بابك، هاد وعد. ليكي نافيا، شو بدك تعملي؟ بشو؟ لازم تهتمي بالولد. لأني تعبانة من هالشي. إيه أنت تعبانة، شفت هالشي لهيك حكيت مع أمك. بس يا كبير، أمي ما بتعرف وما لازم تعرف بهالموضوع أبدا. انسى هلأ. لحظة، لكان مين رح يهتم بصحتك وبصحة ابنك اللي جاي؟ أنا بقدر اهتم بحالي، لا تخاف. كيف لوحدك؟ لازم يكون معك حدا. أعطيني المفتاح. المفتاح. انت شو رأيك؟ رح يقدروا يكملوا المسابقة ولا بتشوفها مستحيلة؟ اتنين عنيدين، وبعتقد انه رح يفهموا هالشي بأقرب فرصة ممكنة. بدك مي؟ ها؟ لا، انا منيحة، ما في داعي. طيب، انا تعبت، لازم نرتاح شوي. لهيك وقفي، خدي اشربي مي. انت فكر منيح، انا رح روح. ممكن نرتاح؟ لا، لسه الخمس دقايق ما خلصت. لا صارت خلاص. نانديني، توقعت هالشي مني. أنا آسفة. ماني بحاجة أسفك. يلا رجعي على الردي. طيب استاذ.
حيوقعتك بمشكلة. صدقتي إنها سهلة؟ كل يلي بقوله بيكون صح. أنا ما بغلط. يعني لهيك أملك ما رح يزبط أبداً هالمرة، صح؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.